مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج أرشيف وذكريات. الكثير منا يتساءل عن سر هذه الحياة العظيمة وعن تعقيداتها وغموضها، ويعتبرها في نهاية الأمر أنها حياة عظيمة ومدهشة، لكن عمرنا ما اعطينا لها اهتمام، وعمرنا موقفنا أمامها موقف الدهشة والذهول اللي تحتاجها. وباش نبسط الفكرة ونشرح أكثر، تكون ماشي مثلا في غابة، راح تشوف جذع شجرة مرمي هناك، وتشوف فاكهة طايحة في الأرض متعفنة، وفي نفس الوقت تلقى واحد الفار يتغذى عليها، لكن هذا الفار ما يمرض ما يصرى له شيء. وفي نفس الوقت هذا الفار يكون ضحية لبعض الحيوانات، ربما تكون أقل منه حجم، وكل هذا راح يصب في صالح التوازن العظيم لهذه الحياة. طاقم برنامج أرشيف وذكريات وهو غارق وسط الأرشيف يبحث عن شيء نبثوه لهذا العدد، وجدنا وثائقي علمي نقدر نقولكم هو أقرب إلى الحلم لمدة 45 دقيقة، للمخرج زكريا قدور إبراهيم من محطة وهران الجهوية، عنوانه رؤية في عالم منسي. هذا العمل استغرق تصويره أكثر من 8 أشهر، وتم بثه لأول مرة على التلفزيون الجزائري سنة 1993. مشاهدي الكرام، متابعة طيبة. يولد الفأر منتظرا مصيره المحتوم، إنها بداية تنتظر نهاية بائسة. إنه يعرض معلقا مشنوقا لغرض إشهاري يمكن صاحب هذا المحل الفخور بفعالية أدواته لجلب الزبائن وتحقيق أرباح وافرة. وقد سخرت كل هذه الأجهزة الحديثة بعظمتها لتشريح ودراسة فأر. كما وضع في قفص بممرات لاختبار درجة ذكائه في الحصول على قوته بأسلوب غير عادي. وهذه خلاصة النظرة المادية الجافة لهذا الكائن الضعيف. ها هم يبحثون عنه ليطالبوه لغرض مادي للتسلية والترفيه. إنهم يعرضونه في حفلات يتراهن فيها المتراهنون. ما
وكل ما فيها هو ملاحقة كلب قوي لفأر ضعيف، يتراهنون حول أسرع مدة يقضي فيها عليه. إنها حلبة تسلية بالفئران تذكرنا بحلبات الثيران وحلبات الرومان. إنهم يلعبون. ما هذا؟ نرى في هذا المعبد الهندوسي أن الفئران تعيش قمة السعادة والهناء، فهم لا يؤذونها ولا يتسلون بها، وذلك لاعتقادهم بتناسخ الأرواح واعتقادهم بأن الفأر إنسان ممسوح. إنهم يقدسونه ويتركونه فرا طليقا بعيدا عن كل أذى، يقدمون إليه المأكولات الشهية، وكأنهم كما تشاهدون يريدون بهذا الصنيع تعويضه عن أشياء سلبها منه النسل. ما هذا؟ أما نظرتنا للفأر فتختلف، لأنه قبل كل شيء مخلوق له عالمه وكيانه المستقل، وله طبيعته الخاصة المميزة له، وله نظام حياة يتفرد به، وذلك حسب أصنافه. من هذا المنطلق أردنا أن ندخل عالمه لنستشف سر وجوده ووظيفته بجوانبها المادية والمعنوية. وقد ركزنا بحثنا وملاحظاتنا على النوع الموجود في الجزائر بكثرة، وهو فأر الفلاحة المشهور عندنا. وفأر الفلاحة من القوارض، ينتشر في شمال إفريقيا من المغرب حتى ليبيا، ويمتد إلى مصر، وهو معروف أيضا في الخليج، ويوجد بكثرة في الأراضي الكثيفة والأراضي الرملية، وينتشر خصوصا في المرتفعات مثل قريتي الشرفة والقعدة. وقد اتخذنا هذه الأخيرة نموذجا، وهي ترتفع على مستوى سطح البحر بحوالي 600 إلى 700 متر، وساعد على انتشاره نوع تربتها الطينية البيضاء التي تختزن البرودة. وقد تبين لنا من خلال التجارب والملاحظات التي قامت بها فرقتنا والتحقيقات مع الكثير من الفلاحين، أن الفأر يسبق الآلة الحاصدة في عملية الحصاد، ويترك الأراضي الفاسدة من السنابل. وهذا يدل أساسا على أن الفأر لا يعمل بعفوية، وإنما يملك من المعرفة الغريزية التي منحها الله له ما يعجز الإنسان عن تحقيقه بكل ما يملك من وسائل ومعارف حديثة. ويؤكد ذلك خطواته في عملية الحصاد. انظروا آثاره والممرات التي شقها. إنه يختار السنابل التي يحصدها بعملية اختبارية دقيقة، إذ يقوم في البداية بقضم ساقها، فإن كانت حلوة المذاق تأكد من نضجها، وإن كانت مرة تأكد أنها خاوية ومصابة بالكحيلة كما يقال عندنا. ثم يقوم بقطع ساقها من الأسفل ويجزئها إلى ثلاثة أو أربعة أجزاء، ويدخلها جحره ليجعلها فرشا عازلا للرطوبة يضع عليه السنابل، ثم يقلم شعيرات السنابل حتى يضمن تخزين أكبر كمية. ويرتبها ترتيبا متعاكسا، ويتركها تجف على السطح حتى تتخلص من الرطوبة كي لا تتعفن في الجحر. وهو بهذا يطبق أرقى النظريات العلمية في التخزين. الفار هذا يقطع السبولة تاع القمح من تحت، من بعد يقطعها من تحت تطيح في الأرض كيما هاك، يجي يقطعها منا كيما راه قاطع كيما هاك،
أيوم بعد كي يقطعها يقضبها يحولها من البلاد يجيبها يحولها قدام المغارة تاعه، هي يديرها عرام، ومن بعد كي يديرها عرام يكون قاطعها كيما هاك. هذا التبن، هذا التبن هذا يقضبه يقطعها كيما هاك، يقطعها كيما هاك طرف طرف، ويدخله كي يدخله داخل في الحفرة تاعه داخل يسد فيه كيما هاك. ومن بعد هذا السبول يقضبه ثاني يقطعه كيما هاك، ينقيه نقيه كيما هاك ويدخله ويسد فيه فوق هذا التبن تاع السبولة اللي دخله. وكي يدخله الداخل يعرمه مليح، وثاني كي يعرم قدام الغار تاعه كل ما يدير شوية هاكا مليحة يدير فوقها شوية تراب باش الريح ما يديهلاش. وهذا وهذا السبول هذا يخليه تقريبا يومين ولا باش يحمى وتسوي منه تاع اللي فيهش مرض ولا حاجة ويعاود يدخله. إذا أولا يقطع ساق السنبلة الناضجة تاركا الخضراء والمصابة بالكحيلة، ثانيا يسقطها ويفصل السنبلة عن الساق، ثالثا يجزئ الساق إلى أجزاء، يقوم بعد ذلك بإدخال الأجزاء إلى الجحر ثم يفرشها ليضع عليها السنابل المقلمة مرتبة طبقات ترتيبا متعاكسا حتى لا تلامسها الرطوبة. السبولة ياكلها هذه معمرة فيها فيها قمح مليح، هذه من يقضبها من تحت من القصبة تجي حلوة، راك تشوف كيما هاك. هذه راك تشوف فيها القمح، اما لا هذه كي راك تشوف فيها راهي واقفة، هذه كي يقضبها منها من تحت ويبغي يقطعها تجيه مرة، هذه ما فيهاش القمح، هذه كحيلة راك تشوف كي دير لها هاك ما فيها والو، هذه ما ياكلهاش. إذا يعرف واش يديك. ولا شك أن المشاهد لهذه السنابل القائمة في هذه الأرض يحسب أن الفأر قد حصد البعض وعجز عن حصاد الباقي، ولكن الواقع يبين أن هذه السنابل القائمة كلها خاوية من الحب، وهي تنفع الأغنام ولا تنفع الإنسان. إنه بهذا العمل يقوم بأدق الأعمال التي لا يستطيع أن يقوم بها جهاز حاسوب متطور من آخر الأجيال. ومن باب المفاجآت أننا وجدنا أرضا مجاورة لها خصبة كثيفة السنابل، فسألنا بعض الفلاحين عن سر هذه الأرض فقالوا إن هذه الأرض وأمثالها لم ولن يدخلها الفأر، لأنها لرجل صالح يزكي غلتها كل عام ويعمل بجد في قلب تربتها وتسميدها ويختار لها أرقى البذور. وسألنا أحد الحصادين عن سرعة الحصاد لدى الفأر. تما احنا حصدنا بمواشين والفأر هناك حصد معنا، حصد كمان مواشين، حصد النص ولا فايت النص؟ لاحظتوا يحصد في الليل ولا في النهار؟ كيفاش؟ يحصد في الليل ولا في النهار؟ لا يحصد في الليل. كان راح بالي شنا في النهار صعبة والغدا صباح من فتناق انا رحت. انه يقوم بعملية الحصاد ليلا لانه يفضل البرودة، وهو في ورشة لا تعرف السكينة في حركة دائمة وشغل مستمر يتسم بالدقة والصرامة والسرعة في العمل والتنافس، وكأنه عامل متعاقد.
أكبر كمية إلى جحره أكثر من الآخر. إنه ينطلق بسرعة ليعود ويحوز كمية أخرى. انظروا التنافس في العمل، إنها الفطرة، إنه حب الموت. إيه، من أنت ومن أين أتيت؟ من أدخلك إلى ورشتنا؟ اذهب، اذهب من حيث أتيت. أليس لي حق معك؟ ألست فارا مثلك؟ قلت لك لا، إن الكومة كومتي وأنت لص. ألم تعلم أن دستور الفئران ينبض اللصوص والمتكاسلين؟ ولا حياة لمن لا يعمل عندنا. أنا أعمل وأنت تسرق، عجيب عجيب. قلت لك اذهب وإلا. أرجوك أرجوك لا حوار معي. عجيب عجيب. أرجوك لا حوار معي. أترك أترك، إنها لي، أنا أحملها. ألم يبقى شيء؟ هذه لي. وتتبعناه في عملية إدخال السنابل لجحره، فوجدنا أنه قد حفر مداخل كثيرة متفرعة، وذلك حتى يموه على الأعداء ويتلافى الأخطار. أما عملية الحفر فتتم بتعاون أفراد الأسرة الواحدة، إذ يحفرون ليلا ثم يخرجون في الصباح ليدفعوا الأتربة إلى الخارج، وهم يقومون في كل مرة بتوسيع جحرهم. إن الفأر يعمل ويقف على رجليه ليراقب محيطه ويتسمع بحساسية فائقة إلى أدق الأصوات والحركات حوله، حتى يضمن أمنه ويعمل في طمأنينة كاملة. وكلما أدخلوا كمية من السنابل عملوا على توسيع جحرهم أكثر حتى يحتوي المزيد. إنه يحفر مخارج كثيرة، فيدخل من مدخل ويخرج من مخرج آخر. وقد حاولنا عمدا إدخال فأر غريب عن أسرة فأر آخر إلى جحرها، فرفض الدخول متراجعا. ولكن حينما أقحمناه بالقوة انفلت نحو الجحر هروبا منا، فوجد صدا سريعا من صاحبه الذي هاجمه بشراسة طاردا إياه إلى الخارج.
إنه يغار على شرفه ويحفظ كرامته. لقد قمنا بعملية حفر حتى نتعرف على سر تقسيمه لجحره ونعرف مخازنه والكميات التي خزنها. هذا كما تشاهدون كشفنا عن جانب من مخازن القمح في الجحر، وعرفنا عمليا كيف يفصل في تخزينه بين الشعير والقمح اللين والقمح الصلب، وذلك حتى لا يحدث تفاعل كيميائي. كما عرفنا أيضا مدى تعميقه لمأواه الذي وصل إلى متر أو أكثر بقليل، في حين وجدنا أن المخازن تكون أعلى من المأوى. لقد قام فلاح وأبناؤه بواسطة جرار يبلغ طول سكته 60 سنتيمترا نحو العمق، هادفا إلى جرف جحوره من الداخل والتخلص منها نهائيا، ولكنه فشل لأن الفأرة تعمق في حفرها بحيث لم تصل الجرافة إليه. ولم يتمكن الفلاح من إخراج هذه الفئران وتطهير أرضه منها. وما خرج منها كان قليلا جدا، هرب خوفا مما أحدثه الجرار من زلزلة فوق مأواه. وهذه عملية وقد قام بعض الفلاحين باستعادة جزء من غلاتهم التي سرقها الفأر منهم. مين جبت هذا ليل؟ جبته من ملولة. لا من بلادي. من بلادي ودرت 20 قطار، خلى لي منها واحد 4 قطارات ولا 5. الاخر كاكله. يقطعه و سبولي قطع، يخلي يقطع غير سبولي يدخلها في الغار. ايا وحنا انا نحفروا عليه ورانا نجيبوا فيه كتو التعب انا نحفروا عليه في الغار ونجبدوه وانا نحولوه هنا. غادي نعاود ندرسه و مالا. شحال يجيب لك هذا؟ يجيب واحد 10 قناطر ولا. لكن هو هذا هذا السبول اللي داه الفار، وهذا المنتوج تاعه. حنايا روحنا نقلعناه من الغيران هذوك تاع الفار اللي كان خازنهم تحت الارض، حفرنا عليه وجبناه، واليوم ها هو المنتوج تاع القمح هذا.
بزاف هنا كثير بحال هكا. اه هذه حوالي واحد 15 قنطار بالك ولا 20 قنطار اللي سلكناها من الغار هذه. وهذه سنابل القمح التي استعيدت من جحور الفئران. كيف تفسر عملية السرقة والتخزين عند الفأر من خلال تجربتك في الفلاحة؟ أراك تشوف السبولة هذه الفأر يقطعها ومن بعد يديها يبوزيها قدام الغار تاعه يخليها سيكو عندها فكرة باش تيبس باش ما يدخلهاش خضراء. باش كون يدخل السبولة خضراء راهي من بعد تخسر لها تكوز ولا حاجة. هو يحطها قبل السمش هكا تيبس ومن بعد يكمص يدخل فيها يكمص يدخل في المورسو تاع التبن كيما هكا يفرشهم لها باش الميديتي ما يقضبش هاد السبوله ويحط السبوله يستفها ويطيها من هذا الشعر باش الاولى يجي معاك بشعرها يحطها بعد يطيها كيما هذه يقعد يستف فيها فوق التبن كيما هكا ويعاود يدير التبن ويستف الخزين نتاعه باش هذا القمح هذا يشد له طول يشد له نقولوا تفوت كاع المشتى ولا يبقى كيما هو باش القمح هذا لو كان يفتح ويديره مع التراب والميديتي ينبت له. هو سيكورة عنده تجربه وفكره تاعه باش الفطره يعني تاعه اللي خلقها الله سبحانه عليها يعني عندها فكره عندها فكره هذه هي الفكره تاعه مخمم به ما ينبتلاش. قلنا التخزين التخزين تاع الحب لو كان نخزنوه بهذه الطريقه احسن ولا بالطريقه اللي رانا نخزنوها ولا التخزين بهذه الطريقه سيكون حاجه هذه كل الحيوان هذا هو وعنده هذه الفكره سيكون حاجه هذه راهي ربانيه. هذه دوك الحبه تاع القمح هذا هو اللباس تاعها والتخزين تاعها يقدر يشد 5 سنين بالك وهي قاعده في اللباس تاعها. ولكن كي تخرجها من اللباس تاعها راه فيها ميديتي وفيها كيما مينيتريتوها ربما يكثروا لها تريتمون اي ما كاين اللي ما تنبتش العوامل الطبيعيه والبروده وهذوك اللي سيلو هذوك ثاني من عامل يكون المطر بزاف راهم يقضبوا الميديتي والحب هذاك يقدر يسكر ما ينباتش. وهذا اللي وقع لنا في الزريعه هذه في البذور هذه اللي وقع لنا نقص من الفلاح. الزريعه اللي يعطوها لكم الزريعه اللي يعطوها لنا ماهيش كيما تاع بكري. هذه حقيقه اكدها تاريخ الانسانيه اذ نجد الفراعنه قد قاموا بتخزين السنابل اكواما دون درسها. وهذه التجربه تجعلنا نتساءل عن علاقة ملوك مصر الأوائل بالفأر في كيفية تخزين الحبوب في سنابلها. ويذكرنا هذا بما سنه سيدنا يوسف عليه السلام من قوانين ذكرها القرآن. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وهذه صورة النسوة اللواتي فتن بيوسف وقطعن أيديهن. وكل هذا يؤكد مدى توجيه سيدنا يوسف لملوك مصر في كيفية بناء الأوتاد وتخزين الحبوب فيها. وبنجاح هذه الطريقة في التخزين قوي الاقتصاد وتفرعنوا وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. وهذه مقارنة بين طريقة التخزين الطبيعية التي طبقها ملوك مصر وطبقها الفأر بالفطرة
وطريقة التخزين الحديثة التي جاءت بها الحضارة الغربية المادية وقلدناهم فيها. بكري كانوا الفلاحين هذو يخزنوا القمح الرواحهم، وما من احنا كما نشوفوا الكولون هذوك كانوا الزريعة تاعهم يدفعوها للدوك ويجوا يكيلوا على الفلاحات القمح اللي مدروس بالزوايل باش هو ينبتوه، هو باش هذاك ينبت 100%، هو اللي يزرعوه يزرعوه باش العام الاخر ينبت 100% هذاك تاع الزوايل. الماشينة تهرس تهرس القمح، تكسر القمح وتدي العين هذيك، القمح كاين اللي تقسمها بين زوج، كاين اللي تقطع لها العين تاعها فوالا كيما هكا القمح هاي ون الراس تاع الحبه هذه، هذا مع الحديد مع هذاك كاين بريور في الماشينه وكل شيء تتكسر بزاف. منين نبغوا حنايا نجيبوا الزريعه، الواحد باش يزرع قنطار في القطار دخل يزرع قنطار 40 قنطار 40 راه يتمنك، وما يزيدوها تراتمون ثاني ماشي نيشان. كاين كيما السنة والعام هذا راه كيما نشوفوا هذا السيلاس راه يتريفيزي القمح من الفلاحين، هذه الزريعة خرجت من عندهم مروحناش انا جبناها من جهة اخرى، ما كاش اللي راه يستوكي الزريعة دروك كلها يخرج من عند الحكومة، تخرج من عند الحكومة تمدها للفلاحين يروحوا يزرعوها من بعد يقول لها ما نديهاش عليك، وكان هو تريتها وكان هو تريتها اليوم يتبع الزريعة تاع عزبه قال لها اليوم فيها الفرينة فيها قمح ابيض قمح ابيض تاع خارج انت جبتها من خارج، انت تخير الزريعة انت تخير الزريعة. وكان الحصاد يعني كل قمح هذا يعني اللي بقى في اللي بقى محفوظ عند المحفوظ بالاختزان الصناعي هذا يعني وتزرع على 5 سنوات ينبت هذا اللي حصدوه نقولوا هما 5 سنوات 6 ينبت ما ينبتش، وكل قربوا هذا تاع السبولة هذا يقعد في السبولة تاعه كي يقعد في السبولة تاع وما يكونش ما يكونش عنده ميديتي ولا حاجة يقعد له 10 سنوات 10 سنوات يقعدها، كي تحل السبولة كيما هاكا تفتتها تبرق القمح قايم، ولا بريف راهم كاين اللي راه يدير سبولة هاكا في داره ويعلقها كاين اللي عنده 20 سنة 20 سنة معلق في الدار في سبولة تاعه تجيب له قمح هو هو زرع ينبت. ولما يأتي فصل الشتاء ويشتد البرد يلتجئ الفأر إلى مخزونه من القمح ليأخذ منه ما يقتات به فقط دون عبث أو تبذير. إنه يعلمنا نظرية الاقتصاد ويذكرنا بقصة النملة والصرصور التي تعلمناها صغارا. تأملوا معنا في طريقة أكله، إنه لا يعرف الإسراف. الفأر كما تشاهدون يجعل مداخل جحره مواجهة لشروق الشمس وغروبها. وهو يشبه كما ترون تصميمات الفراعنة لأوتادهم أي أهراماتهم في كيفية إدخال النور إلى الداخل. وذلك لتكوين مناخ ملائم للحفظ والتخزين حتى لا تتلف الحبوب، فشكل الأهرامات يساعد على انتشار أشعة الشمس حتى لا تحدث حرارة نتيجة تركيزها على جهة معينة، وهي بهذا الانتشار تحدث تلطيفا للمناخ داخله وليس حرارة تتلف ما بالداخل. وبعكس ما نرى في هذا الشكل الذي جاءت به الحضارة الغربية والذي تحدث فيه أشعة الشمس حرارة مركزة على جدرانه تنعكس على داخله فتحدث رطوبة تعفن كل ما احتواه. انظروا إلى تسرب النور داخل هذه الأهرامات والمعابد،
وتأملوا معنا كيف طبق الفراعنة نظرية سيدنا يوسف عليه السلام في التخزين والحفظ أيضا. وخير دليل على ذلك ما ضمه متحف الآثار الفرعونية بالقاهرة من محنطات لبشر وحيوانات ومأكولات محفوظة وغيرها. وقد أثبتت الأيام صحة ما نقول إذ عثر علماء الآثار في مقبرة أمحوتب بمصر على حبوب قمح محفوظة في قوارير وبقيت سليمة طيلة 4000 عام. ولكن المدهش في الأمر هو أنها نبتت عن طريق الصدفة في عصرنا هذا بعد 4000 عام. إنها حقيقة تبدو أغرب من الخيال، ولكنها الحقيقة. ويتأكد صدق هذه النظرية عندنا في الجزائر إذ عثر مؤخرا على جثة مجاهد في كهف يبعد 60 كيلومترا من قصر الشلالة بناحية السوقر، محفوظة مدة تتجاوز 31 سنة وكأنها حنطت من عهد الفراعنة. وقد خضعت هذه الجثة لنفس القانون الذي عرفناه. وتأملوا معنا هذا الوتد الهرمي الشكل الذي بداخله كهف آوى وحفظ أجساد أهل الكهف المشهورين به لمدة 300 سنة ثم ازدادوا 9 بعدها. وقد أدخلت عليه يد الإنسان تعديلات غيرت محيطه لأغراض سياحية، ولكنها لم تغير واقعه التاريخي. وكما نلاحظ أنه قد عرف نفس القانون الذي عرفناه سابقا، فالنور يدخله شرقا وغربا ويلطف المناخ فيه. إن الشمس تلقي بنورها وليس بحرارتها الشديدة المغيرة للمناخ بداخله، وهذا ما تبينه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. والمقصود بالتزاور هو الميل والانحراف، أي أن الشمس تعدل عن كهفهم فتطلع من اليمين لكي لا تصيبهم وهم في فجوة من الكهف، أي في مكان داخل. وعند الغروب تقرضهم ذات الشمال، أي تذرهم ذات الشمال فلا تصيبهم أيضا. وقد تفطنت أمم كثيرة إلى أسلوب التخزين هذا فاستعملته لحفظ جثث عظمائها، نذكر منهم قبر المسيحية بشرشالة بالجزائر، وهذا القبر الهرمي بناحية قسنطينة بالجزائر أيضا. أهرامات أمريكا الوسطى والمكسيك التي شيدت أثناء حضارات مايا والأزتيك من القرن الرابع إلى القرن 16 من هذا العهد. فلو افترضنا أنه بدلا من أن يخزن الفلاحون في المخازن التي قلدنا فيها الغربيين، والتي كما تبين لنا أنها غير نافعة إطلاقا لأنها تتلف المحاصيل وتجعل مدة تخزينها قصيرة الأجل، وعملوا على إقامة مخازن على شكل أهرامات بحيث يعمل الفلاحون على نشرها في أراضيهم،
لكان المحصول أوفر، ولوفروا قوت البشر وحبوب البذر الصالحة، ولكان اقتصاد الدولة قويا يوفر الأمن الغذائي للمواطنين دون الالتجاء إلى استيراد حبوب من الخارج تكلف الشعوب أموالا صعبة كثيرة وتتركهم في تبعية دائمة. وهذا هو الدور الاقتصادي الذي حول ملوك مصر إلى قوة جبارة جعلت منهم فراعنة العالم آنذاك. فبطرق التخزين السليمة يمكننا حفظ جل المنتوجات الفلاحية التي تتلف حينما تتجاوز حدود الطلب ولا تجد سبيلا للتصدير. وقد بينت لنا كل الأحداث في هذا العصر أن قوة الدول لا تكمن في صناعاتها وقنابلها فقط، بل في اقتصادها. من آيات الكون الكثيرة تعلم منه الإنسان الكثير مما كان يجهل. تلد الفأرة حوالي 30 فأرا في السنة، ويتكاثر هذا النوع من الفئران المسماة بليميريون شاويس بين شهري مارس وسبتمبر، وبخاصة كما أكدت الملاحظة في مارس وجويليا وسبتمبر، وتدوم مدة الحمل 21 يوما. أما المدة التي تفصل بين الحمل والآخر فتنحصر بين 31 و40 يوما، ويصل معدل المواليد في كل حمل إلى 6 ذراصة. وتتميز فروة هذا النوع من الفئران بلون أشقر فاتح وبطن بيضاء ومخالب مبيضة. أما ذيله فيساوي طول جسمه بكامله، أي أنه يتراوح بين 100 و180 مليمترا، كما تتراوح قوائمه الخلفية بين 25 و35 مليمترا، ويتراوح وزنه بين 100 و240 غراما. وقد اشتكى الفلاحون من الأضرار التي يلحقها الفأر بمحاصيل القمح والخرطال والتبن، فهم يقولون: هذا فاجأك النمس، طبعت مع النمس، وفي النهار في هذا الرقد وفي الليل يقطع كل شيء، ما خلى فادنة، ما خلى قمح، ما خلى زرع، ما خلى، من بعد كمل هذا ولا السجرة، والفانتسيس أنا أقل فانتسيس. جاء بس ما فيهاش كما هكا قطع ويدخل الغار وواحد ندخل يدينا ونجبدو وحرثنا 82 قطعه ردينا منها 30 اخرى قاع الماشينه كما تدخل كما دخلت خرجت الفار هنا ما خلا والو الناس هنا كما حصدوش يبغى طارات خمسه اللي عنده زوج ما خلا والو كيما الفلاحه عندنا 60 قطار تاع قمح نورمالمون هنا واحد 900 ولا 1000 قنطار 15 في القطار تطلع 900 قنطار دينا 260 شكار الاخرى داها الفار احنا ضيع الفوراج ضيع كاع تما ياكل كاع الثمار هاي البلد جيت رفدها تسيبها كاع مرخوب باقي فيها غير العود الغليظ
وحتى الأغنام الجائعة ترفض دخول الأراضي التي حصدها الفأر لكونها تفوح برائحة بوله الكريهة التي تنفر منها وتهجرها إلى حين حتى تخلو من تلك الرائحة. تقول تعرف اللوز الطرية، تقول تعرفها من القاس الحياة دي وانت عارم بها انت. اللوز الطرية ما يخليهاش هذاك اللوز تاع الكوكاو يتبعه في مكان ويطلع له في الصدرة ويأكله ويخليك طول هركته فيه. لكن تشوفوا كيف كانوا باقيين وين ما كانت كاع هذا اللوز اللي راه هنا يتبع تاع الكوكا وياكله. شوف القاضي كي داير وقاصة حارق بكم باقي. ها شوف بعينك راك تشوف الصدرة كي داير، راك تشوف وقتها هي وين، راك تشوف هذا راه وين، راك تشوف هذاك المنشار ما يقطعهاش يقطعها على النص ويقيسها عيدانها وما في له وصدها يبدا تيبسها لما اللحمة تحت عروق تاعو حي وطالع عروق من تحت الارض. لو صدها تقلع عروقها تحت الارض ما تحياش يقشرهم وياكلهم وكل شيء. فاذا هذا امر الله والسر الله يجيب سلاكه الفلاحه هذا والسناق خذوا صبعة ملحق والله لا خذوا صبعة. لو كل اللوز هذا شحال يخسر عليه وشحال قلابه وشحال دواء وشحال ومنين يجيها وضيع عرضه. الدواء ما تدريهاش؟ لا الدواء ما يدريه والو. جبنا الدواء راه عندي نار في البراكه غادي تشوفوا درته بالماء والبومبا وكل شيء ويطلع وياكل ما يسال لا لا دواء لا لا والو. فها هو يتسلق شجره الخوخ وياكل الثمره تاركا نواتها. انه لا يكتفي بقضم ثمره واحده فقط بل يعمل على اتلاف جل ما في الشجره. فلنتأمله الآن بعد أن خزن ما خزن كما رأينا وضمن بذلك قوته من حبوب لمدى طويل. فها هو يهاجم الحقول ليقتات منها لأن محاصيل الفواكه فيها لا تعمر طويلا ولا تصلح للتخزين، وهو يعيث فيها فسادا وكأنه مصر على إتمام مهمته التخريبية برغم أنف الملاك. فهو بالإضافة إلى الخوخ ينتقل إلى شجرة التفاح لا ليقضم ثمارها وهي في أغصانها، وإنما ليتسلقها ويسقط التفاح من أغصانه إلى الأرض ليجمعه بعد ذلك ويجعله أكواما تحت الشجرة لينضج، ثم يقوم بإدخاله إلى جحره حبة حبة ليأكله لا ليخزنه. ويتبعوا نفس الأسلوب في العنب أيضا. امتد تخريبه من الثمار إلى الشجرة نفسها، فهو يجلد شجرة التين من أوراقها ثم ينتقل إلى جذورها ليمتص عصارتها. ويجعل بذلك نهايتها. وتميل عند أول ريح تواجهه لتتوسد التراب،
وحتى شجرة الزيتون المباركة رمز السلام لم تنجو من مكره، إنه يجرد الجذوع من لحائها، ينتج موتها القريب، يعجل بالنهاية. يتسلق الأغصان يجردها من ردائها، يحرمها من اليخضول الذي يغذيها، إنه عدو السلام، عدو الحياة. عجبا. عجب. برغم خناجر النحل السامة تحديته، تجاوزت كل الحدود، صرعته، انتشلت منه رحيق الحياة. وها هو أحد مربي النحل يشكو ظلم الفأر له. الفأر كان لك شي حاجة أنا؟ مضيعك أنا ضيعك. هاليك هاليك هيا. كلالك شهادة؟ كلالك شي شهادة؟ كلاوة كالي ضيالي 25 جبح هاراوين أجزمها بالتراب ويأكلها الشيء 25 جبح ما خليش فيها حية. ها هو شكرا رادمة رادمة وها هو الشهد مين يردمه يقطع في مهار يقطع ويأكله يردمه باش يردمه بالتراب. ها هو التراب. ها شوف شوف هالي 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 هالك التراب هالك 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 التراب هالك التراب شوف 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 التراب شوف التراب شوف ها كده لها من يجمع يأكلها. ها شوف شان هم ضيع هلا يردمه بالتركي محاك وضيع شو شو كاتل النحل وكاتل كله يقتل حسن النحل عنده من يردمه بالترك يموت. 25 خلية هاجمها، قتل نحلها وأكل عسلها بأسلوب يبدو فيه المكر والدهاء، ولذلك التجأ إلى أقرب وسيلة إليه هي ردمه بالتراب حتى يموت، ثم يتوجه إلى شهده ويمتص عسله. والنحل راه غضبان راه ما راهش مليح لا راه مليح النحل سيما خسرها الفار برك ما راهش من نرفي شوية. والملاحظ أن النحل الناجي من شره تثور ثائرته ويلسع كل من يعترض سبيله بشراسة لا تعرف الرحمة. يجي يقرص يقرص ها وعلى أهل دير هاك هاك منه من الفار عندي من يردم لهك يقول له يقطع له الشهادة يبدأ هو يقرص هاو كي بلادن ها كي بلادن واحد يكون ما تضربه يضربك ها ها كيف كيف اكتب هنا يا وطي يقعره ويشرب الحسن حتى يكمل قوطي ويعاود يكمل لها الزاوج ثاني ها هنا ثاني بادي ثاني بالزاوج هذا الاول ثاني بادي ثاني بالزاوج هنايا يقعر ما يقعد يشوف الخل انا لا راج ما دا له والو وحتى الدجاج لم ينجو من ثورته. في الليل الجماعة من كان الفلوس صغير كانوا يقضونا يقعدوا يسمعوا الفلوس يزقق معني كان الضب راحوا يجروا صابوا الفار هو الفار هو اللي هو اللي يدير هذا الشيء يحاوز فيه ياكل ويقرص ويقتل ويدي يدخل في الغار وهذا وصلت هي على حساب الحساب اللي ضيعه واحد الميتين وشي برام اللي دخلها الغار الله أعلم مانيش عارف حال ده. وحتى الأرانب أيضا 25 ولا أكثر ولكن من حيث جهاز الفار ما خلاه والو قاعد ياكل لهم ولادهم وقاعد الكبيره اللي هو يعضها ولا ثاني تمرض.
هذا الشيء اللي ما بقاش بقاو الا هذا ويدخل في الغار عليهم عند وين يولدوا يدخل ياكلهم من الداخل. يعني كاين الاثار ايه كاين الاثار تسيب الكرعين تاعهم تسيب الجلد الباقي من الاطراف. هو يهاجم الاغنام في زرائبها فينتف اصوافها ويدخلها الى جحره ليجعل منها فرشا له ولاولاده. هاي انا من راهي يغلغل رايت مات واقف في الزريبه بالفعل ما راهي يغلغل. كي تقعد يدور بها قاعد يبقى ينسل فيها يدي الصوف ومن بعد يا من الخوف نتاعه تبات واقف فهمتني من الخوف نتاعه تبات واقف وحنا نباتوا معها واقفين لخاطش مناش خافوا ولا تدوى من الزريبه. والخوف من يكتلع صغير الخروف من يزيد من كرش امه وكل ما تلحقش عليه انت يكتله ياكله ياكله على الحب. انه كما نرى يتفنن في فرشها وكأنه فراش ماهر، ولكن من علمه بأن الصوف أنسب فراش له ولصغاره؟ إنه يقضم الصدفة، يقوض أمن الحلزون، يوقظه من سباته يرعبه، إنها نهايته. عجبا، القوة يقهرها الضعاف. لقد كان الفأر الضعيف يرتعد مستسلما أمام الحنش بجبروته وهو مقبل نحوه لابتلاعه. لقد تعلم الفئران منطقة الدفاع والتحدي حينما هاجموا هذا الحنش وغيره متحدين منقضين عليه في هجمة شرسة لا تعرف الإدبار، ولم يداخل الهوان والتنازع والفرقة أنفسهم. لقد عرفوا أن الاتحاد قوة لا تقهر. الذي بداخلهم وتحرروا منه وشكلوا قوة تحميهم من عدوهم الذي قهرهم قرونا. لقد غيروا منطقة الضعف والخنوع إلى قوة ضاربة أعطتهم السيادة. هل جاءت الفئران في هذا العصر لتعطي للضعفاء المقهورين في الأرض منطقة التحرر من الرواسب النفسية التي كبلتهم ولتعلمهم كيف يكتسبون منطقة القوة؟ ربما تأملوا معنا كيف يولد الاتحاد القوة في المستضعفين. أنا بنفسي كنت في الماشينة وكانوا معايا خدامة نحصد حتى لقيت الفاع طرف طرف مورصو مدخلين فيها في غار حنش. واحد الوقت كان حنش ياكل الفيران، اليوم الدعوة تبدلت حنش الفيران ياكلوا حنش. شتى هنا طرف طرف وخضر حنش ماهوش زعما قديم ولا حنش خضر ودخلوا فيه قاسمين على سبع مرصويات. صار من يموت ياكل خوه يا اخلا دا الشر يامس ماشي قبل يامس هاري قبالك مراه في شلفن تحت سدره وجاي حتى نصيبهم متشابكين عليه هو ميت. حطيت السدره وقعدت نتفرج ذا يجبد منا وذا يجبد منا واللي داش 13 دروع الغار. بعد الملاحظه والتامل تبين لنا كما تشاهدون أنهم لم يقبلوا على ميتهم ليأكلوه بل ليجروا طقسا من طقوس الوداع الأخير، وكأنهم ينقونه ليحنطوه ليستقبل العالم الآخر نقيا طاهرا. إنهم يخلصونه من بقايا أحشائه لكي لا تتعفن وتحلل الجسد وحتى لا تترك رائحة تجلب إلى جثته النمل والحشرات الأخرى التي تعبث بها.
هل تعلموا من الفراعنة عملية التحنيط أم أن الفراعنة هم الذين تعلموا منهم؟ إن كل حركاتهم لا تدل على الافتراس والتمتع بما يأكلون، وإنما تدل على أنهم في خشوع وكأنهم في حركاتهم يصلون صلاة الوداع حسب طقوسهم التي نجهلها ولكننا نؤولها. هل هذا هو الفأر الذي كان يفترس الحنش؟ لقد أصبح وديعا رحيما وهو يودع بحزن أخاه الفأر. فلنتعلم، تأملوا معنا هذه الحركات وهذه الصلوات وهذا الدعاء. وهذا مصيره على يد الإنسان الذي أثاره الغضب، فراح يتفنن في أساليب قتله انتقاما. وهنا نجد أنفسنا في حيرة، متسائلين عن سر هذا اللغز العسير. من الذي خلخل نظام الحياة وتوازنها؟ من الذي عات في الأرض فسادا؟ الفأر أم الإنسان؟ هل أراد الفأر من خلال كل ما صنع أن يقول شيئا للإنسان أو يوصل خطابا له؟ لا بد أن هناك حقيقة ما. أيها الفأر، لقد عرفناك ذكيا ماكرا، والآن نراك قد قمت بحفر جحورك في هذا الوادي، فهل صرت جاهلا ونسيت أن سيله سيجرفك إلى الأزل، أم أنك تملك من الحواس ما يجعلك تتكهن بأن عملك هذا يدل على أن جفافا آت وسوف لن يروى هذا الوادي إلى حين؟ هل جئتنا بقبس من رؤيا من رؤى يوسف عليه السلام وتأويلاته لتقول بفطرتك بأننا سنواجه سنة أو سنوات عجافة؟ لعل ما نراه يصدق تكهنك، فنحن الآن بعد أن صورنا معايشتنا لك نعيش عام جفاف عرفه الغرب الجزائري، وبخاصة المناطق التي تناسلت فيها. هل هذه أضغاث أحلام أم هذا هو الخطاب الذي أوصله لأولي الألباب؟ لعلها هذه هي الحقيقة.